ماذا عن الحكام؟ بس خليني بقى ايه قبل ما نعمل السكورنج، هل انتوا حاسين سريعا كده، هل انتوا حاسين ان هو ان هم ردوا على فكره المستثمر بشكل جيد، ولا لسه مش عارفين فكره ان هو ازاي اقنع المستثمر او اكلم المستثمر ازاي؟ لا لسه شويه طبعا، اصل كلام المستثمر بيحتاج يعني خبره مع الوقت، ازاي وتشوف هو عايز ايه، يعني لازم تبقى دارس هو جاي لك منين عشان تبيع له الحاجه اللي هو عايزها، فمحتاج شويه تمرين يعني عشان تعرفوا تريزو ماني، يجي لكم فلوس وتمويل، دي قصه غير اللي انتوا بتعملوه، ممكن تبقى شاطر قوي في دي ومش شاطر في دي، فمحتاجه شويه تدريب يعني. انا دلوقتي هقول لكم قبل ما الاساتذه الحكام يعني خلاص يضعوا اخر ارقام، انا هكشف لكم عن ارقامكم عشان تبقوا عارفينهم. بصوا عليهم يا جماعه كده، يعني ايه ميد وخليك معايا. يعني ها متوقعين ايه؟ مش عارف مين حاسس ان هو كسبان ومين حاسس ان هو خسران. احنا كسبانين ان احنا جينا، ده وجهه غير ان احنا كسبانين ان احنا جينا والكلام اللطيف ده. واحنا الحقيقه بقالنا كتير جدا بندور على انفستور كبير يبقى معانا الحقيقه، فكون ان احنا نقعد مع استاذ باسل الحيني ونعرض عليه الفكره باستفاضه اكتر ونعرض عليه خطط اللي هو الاستعداد، انت حاسس ان انت كسبت كده، ده بالنسبه لي حاجه كويسه جدا. هقول لكم النتيجه دلوقتي عشان تبقوا عارفين، والنتيجه دي عارفينها انا والجمهور ولسه الجوله الثالثه التصويت ممكن تغير. لايف بوكس انت جايب حتى هذه اللحظة ولسه قدامك جولة تالتة 65.83 لايف بوكس. تكيلو حاسس ان انت هتبقى اعلى ولا اقل؟ لا مش عارف، مش عارفين. No expectations. No expectations؟ No, none. بكيلو 59.3 حتى هذه اللحظة. والموقع 64 و74، معلش وقعته، 74.16 يعني. هنشوف أرقام الجولة الثالثة اللي ممكن تغير وممكن تخلي الأمور كما هي. الأرقام الأخيرة وده آخر جولة سكورينج للحكام اللي ممكن تغير الأرقام، غيرتها شوية على فكرة، الأرقام اتغيرت شوية.